تحتفي مؤسسة شهيد التنموية وخطوات للتنمية الإنسانية اليوم 10/10/2019 بزفاف 60 جريحا من الجرحى مبتوري الأطراف من أبطال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية برعاية ودعم الشيخ حمود المخلافي وفاعل خير حفظهم الله. هذا الزفاف وهذا الاحتفاء ما هو إلا جزء من الوفاء لأبطالنا الذين قدموا لتعز من أجسادهم، هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لجرحانا. هذا الاحتفاء من تعز كلها هو يمثل الاحتفاء بجرحانا من قبل الحاضنة الشعبية في مدينة تعز. تعز وحاضنتها لن تتخلى عن أبطالنا، نحن معهم في جراحهم ونحن معهم أيضا في أفراحهم. شكرا لكل الجنود المجهولين وراء صمود هذه المدينة. مسائية لكل عروسة، ألف مبروك لكل العروسة. رجعوا كذا وجيب الوقت حقه من داخل العصا. يا شباب روحوا بنسوا ياسم يحكوا الان بيبداوا القران عشان يحطوا في الباصه. يا مدينة ينظر الدنيا على الله.
أوراقنا الجمهور هل لخير أصواتي يبين سماعه وكلهن فتوح. شعبان
أنسى عبد العماد. نحن الآن في ساحة الحرية، نبدأ الآن ندشن أفعال أو البرنامج العملي للعرس الجماعي. سيتم إن شاء الله الانطلاق من ساحة الحرية على الزفة إلى قاعة المنتزه، ليبدأ بعد ذلك فعاليات الحفل والكلمات واللقاء بالعرسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم بخير، وشكرا لجميع القنوات الحاضرة معنا والمشاركة في هذه العرس. نحن هنا أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز. هذا هو العرس الجماعي، لفت علينا الشيخ حمد سعد المخلافي بدعم فاعلين الخير تقيمه مؤسسة شهيدة التنموية ومؤسسة خطوات. كما نوجه شكرنا للشيخ حمد سعد المخلافي وكل من شارك في إتمام العرس الجماعي. هذا العرس لنا قيمة فيه، فرحة كبيرة أرجع لنا لنكمل نصف ديننا. نشكر كل القائمين والداعمين، ونشكر مؤسسة شهيد ومؤسسة خطوات. اليوم 10/10/2019، هذا اليوم المبارك، اليوم البهيج الذي احتفلت به تعز بتزويج أو بعرس 60 جريحا من مبتوري الأطراف في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هذه المبادرة الإنسانية الرائعة التي كانت بدعم فاعلي الخير وكذلك الشيخ حمود سعيد المخلافي. طبعا مبادرة إنسانية رائعة، يعني لحلم أو لمشروع كان حلما وأصبح واقعا اليوم. شكرا للداعمين، شكرا للشيخ حمود سعيد المخلافي الذي أسعد اليوم ليس فقط الجرحى 60 عريسا، إنما أبهج تعز كلها. اليوم تعز تحتفي بهؤلاء العرسان، إن دل على شيء فإنما يدل أن الحاضنة الشعبية، أن أبناء تعز برمته متفاعلين قلوبهم مع الجرحى. ما نطلبه هو دور الحكومة ودور الأحزاب ودور السلطة المحلية في الوقوف إلى جانب هؤلاء الجرحى، وعددهم كبير جدا. يعني اليوم زوجنا 60، لكن هناك العديد من الجرحى ينتظرون.